السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من حديث العرب. اليوم سنتناول الشأن التونسي قبيل الانتخابات الشرعية في البلاد، وهي بعنوان تونس تحقيقات قبل الانتخابات. يشاركنا ويشاطرنا الحديث اليوم عن تونس أستاذة زينب خنيسي الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، وأستاذ زياد بومخلا باحث في الشأن التونسي، وكذلك الأستاذ أنور جمعاوي الباحث بمركز حوار الحضارات والأديان المقارنة. نبدأ مشاهدينا الحلقة والحوار مع ضيوفنا الكرام بعد متابعة هذا التقرير عن تونس والانتخابات. لم تبق مجموعة سياسية أو جماعة مهما كانت إلا وطالها الاتهام بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة تغيير هيئة الدولة. تصريحات للأمين العام للحزب الجمهوري في تونس عصام الشابي تعكس مدى ما وصلت إليه الأمور في البلاد من شعور قوي بالترصد للقوى السياسية في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات البرلمانية التي دعا لها الرئيس قيس سعيد والمقرر لإجرائها 17 من شهر كانون الأول الجاري. التحقيقات الجارية وفق مصادر قضائية وحقوقية تونسية تشمل 25 شخصا من بينهم إعلاميون وسياسيون ومسؤولون سابقون بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية. زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وبعض قيادي الحركة مثلوا كذلك أمام القضاء للتحقيق معهم بشأن اتهامات وجهت إليهم بتسهيل تسفير الشباب التونسي إلى مناطق الصراعات وبؤر التوتر خارج تونس، اتهامات نفتها الحركة وأكدت أن ملف القضية فارغ ولا يحتوي أي أدلة تدين قياديها، وحملت ما سمتها سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب. وبحسب مراقبين فإن الرئيس سعيد ينتهج منذ تموز الماضي سياسة قاسية في إزاحة خصومه السياسيين عبر إجراءات استثنائية تضمنت إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ثم حله لاحقا، ثم تعليق العمل بالدستور وكتابة دستور جديد، ومن ثم ملاحقة القوى السياسية وزعمائها قضائية في خطوات عدتها المعارضة انقلابا واضحة واحتكارا للسلطة، بينما يراها الرئيس ضرورة لبناء الجمهورية الجديدة التي يريدها. يحدث هذا بينما يتبادل الرئيس قيس سعيد وخصومه الاتهامات بشأن التأثيرات الخارجية في القرار السياسي، فبينما يتهمهم سعيد بالعمالة للخارج على حساب المصلحة الوطنية، يؤكد سياسيون تونسيون معارضون لسعيد أن حقيقة الصراع في البلاد لا تزال محصورة بين قوى الثورة المعبرة عن آمال وطموحات الشعب التونسي وبين قوى الثورة المضادة بما لها من امتدادات إقليمية ودولية. نرحب بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من حديث العرب، وهي عن تونس بعنوان تونس الانتخابات أو تحقيقات قبل الانتخابات. ونبدأ مع الأستاذة زينب، وكيف تقيمين بدء الحملات الانتخابية في تونس قبيل الانتخابات التشريعية لأول انتخابات في تونس قبيل أو بعد دستور تونس الجديد؟ شكرا على الاستضافة وتحية لك ولضيفيك الكريمين. في حقيقة الأمر لا يمكن تطرق لموضوع الحملة التشريعية دون التطرق للقانون الانتخابي الذي سن مؤخرا بالمرسوم الانتخابي. فهذا القانون الانتخابي الجديد قلص عدد الكتل النواب الممثلين للعدد المواطنين من يعني بنسبة 56 مقعد سقطوا من البرلمان، كما أن التصويت على تحول تصويت من التصويت يعني اليوم 161 مقعد كانت بدل 217 مقعد. فتم التقليص في الكتلة الممثلة للنواب، كما أن التصويت أصبح لم يعد على القائمات والأحزاب إنما على الأشخاص، وهذا ما يفتح باب كبير جدا في مسألة يعني كيف يمكن التصويت على الأشخاص خاصة. سنأتي على هذه النقاط واحدة واحدة، ولكن اليوم الحملات الانتخابية كيف تقيمينها اليوم في ضوء غياب كثير من الحركات عن المشاركة؟ هي حملات في حقيقة الأمر باهتة ومفرغة من مضامينها السياسية، لأن الحياة السياسية في تونس خاصة بعد الثورة عرفت طفرة كبيرة جدا في مستوى المجتمع المدني والأحزاب. حتى أن الأحزاب السياسية وصلت إلى 200 حزب، ولكن الأحزاب الكبرى تقاطع الانتخابات، في حين أن فقط من الأحزاب التاريخية الذي هو حزب الحركة الشعب دخل الانتخابات، في حين أن بقية الأحزاب
رفضت الدخول في الانتخابات تقريبا، وكما قلت لك أصبح التصويت على الأشخاص وليس على الأحزاب، فبالتالي هناك تحولات عميقة جدا في بنية الانتخابات في تونس، وبالتالي هو الشيء الذي أفقد الكثير من الزخم الحملات الانتخابية الموجودة الآن في تونس. لم تعد مثل سابقاتها، لم يعد الناخب التونسي يعرف من سوف ينتخب. النائب اليوم مطالب بمجهود كبير بالتعريف بنفسه، خاصة أنه لا نعرف هذا إلى أي حزب ينتمي، ما هو المشروع الذي يمثله. المال السياسي كذلك دخل على الخط، خاصة بعد القانون الانتخابي أصبح يمنع النواب أو المترشحين من التمتع بالمال السياسي لتمويل حملاتهم الانتخابية، وبالتالي أصبح هذا أعطى المجال للمال السياسي الفاسد والأعيان والبارونات الفساد. فالحملة الانتخابية الآن هي بصراحة باهتة وفقدت يعني بريقها. نعم. وأصبحت يعني فيها إشكاليات أكثر ما هي تمهد الانتخاب المسار الانتخابي سليم وديمقراطي. طيب أستاذ زياد، اليوم الانتخابات في تونس، كيف ينظر الناخب التونسي المواطن التونسي إلى هذه الانتخابات؟ هل هي فعلا تمثل طموحات الشعب التونسي، الشعب الذي بدأ بداية وشرارة الثورات الربيع العربي، ثم بعد 11 عاما وصل إلى مرحلة إقصاء الكثير من الخصوم والمشاركين بالعملية السياسية؟ ما هي يعني آمال الشعب التونسي اليوم، وكيف يعقد الآمال على هذه الانتخابات؟ في تقدير الشعب التونسي غير معني بهذه الانتخابات، هذا طبعا غير معني إلا عدد أو نذر يسير من الشعب التونسي، هذا أكدته المعطيات، الأرقام اللي هي ما قبل الانتخابات، الاستفتاء الذي جاء بهذا الدستور والذي شارك فيه تقريبا ما لا يزيد عن 550 ألف مواطن من أصل يعني هيئة ناخبة 9 مليون تونسي معنيين بالعملية الانتخابية. الاستفتاء على الدستور الجديد الذي مع التزوير ومع كل المحاولات ومع الرشاوى السياسية لم يشارك فيه إلا 2 مليون تقريبا ونيف وفق بلاغات هيئة الانتخابات، وبالتالي كل هذه مؤشرات على أن الانتخابات القادمة لا تحظى بأي اهتمام عند التونسيين. المعطى الأهم على الإطلاق أنه هذه الانتخابات، لكم أن تتصوروا أنه إلى حد الآن هناك 10 مقاعد محسومة سلفا، لأنه لم يترشح فيها إلا شخص واحد في 10 دوائر، وهناك 7 دوائر كاملة بما فيها دوائر في الخارج لا يوجد لها مرشحين بالمرة. أنا قرأت هذا الخبر. نعم هذا خبر استوقفني. نعم. هل لا يوجد مرشحين أم تم إقصاء وشروط؟ لا لم يترشح أحد لهذه الدوائر. في صارت بعض الترشحات ولكنها لم تستوفي الشروط، ولكن بالنهاية النتيجة هي المهمة في السياسة. النتيجة في المسار أنه لا يوجد اليوم مناطق كاملة تونسيين في دول مختلفة في داخل تونس، لا يوجد لهم، لن يكون لهم ممثلين في البرلمان القادم. أي انتخابات إذا نتحدث عنها في تونس؟ المواطن التونسي مشغول بشكل كامل بمعاشه بقوت يومه. نحن نتحدث أنه في 7 من الشهر، هذا الشهر الحالي الذي دخل اليوم، 7 من الشهر الحالي لن يكون هناك خبز في البلاد، لأن نقابة المخابز في البلاد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل بسبب تراكم ديونها وبسبب عدم قدرتها على توفير المواد الأساسية يعني لتزويد السوق بالخبز. فقدان المواد الأساسية مثل الزيت، مثل يعني من النوادر اليوم في تونس أنك تجلس في المقهى، يعني المقهى يطلب منك أن تشرب يعني كوب قهوة واحد، لأنه يعني لا يوجد بن كافي لتلبية طلبات كل الحرفاء. نحن نتحدث عن وضع اجتماعي قاسي وقاسي جدا، نتحدث عن فاجعة قبل أقل من شهر حدثت في منطقة جرجديس في جنوب الشرق للبلاد، وراح ضحيتها أكثر من 30 نعم حادثة الغرق بقوارب الموت. وبالتالي الوضع الاجتماعي مشحون ومشحون جدا، وأتوقع أن التونسيين غير معنيين بالمرة بهذه الانتخابات، لأنه بالنسبة للتونسي اليوم جرب فترة 10 سنوات، أعطى الفرصة لقيس سعيد، قيس سعيد تجمعت عنده ما لم يتجمع عند أي رئيس في تاريخ البلاد، كل السلطات، سيطر على السلطة التشريعية، سيطر على السلطة التنفيذية، أراد أن يلحق القضاء، وبرغم ذلك لم يقدم شيئا للتونسيين، وهو عاجز على أن يقدم شيء، لأنه يدير البلاد بعقلية فردانية، بعقلية أحادية لن تذهب بالبلاد إلا لمزيد من الأزمة ومزيد من الصعوبات الحقيقية على كل المستويات. نعم أستاذ زينب، يعني أستاذ زياد يقول أنه قيس سعيد استأثر بالسلطة اليوم، والتونسيون في حالة اقتصادية صعبة جدا، والاقتصاد شبه منهار التونسي. لماذا لا يجد التونسيون الخلاص في إرجاع السلطة بيد الرجل الواحد والشخص الواحد، بعد أن استمرت الفوضى من ناحية أو من وجهة نظر كثيرين بسبب الثورات؟ من يتهم الثورات؟ هو في حقيقة الأمر صحيح استأثر بالسلطات، ليس بطريقة استثنائية. نعم. في حالة استثنائية على طريقة المرسوم 117 فقط، ولكن الدستور الجديد المسمى بدستور 25 جوليا، نعم،
جمع فيه الصلاحيات، يعني صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد واحدة، وهو الذي يعين المحكمة الدستورية، وهو الذي حتى أن أعطى لنفسه بمقتضى يعني فصول داخل الدستور الحق في التشريع المباشر، يعني هو يتجاوز البرلمان ويسمح لنفسه بتشريع قوانين بصفة مباشرة، عدا عن التحكم في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية كما أشرت، التي هي من مهامها مراقبة دستورية القوانين خاصة في تطبيقات السلطة التنفيذية. نعم. فمن ما لا شك فيه هو استأثر بصلاحيات كبيرة جدا لم يستأثر بها أي رئيس دولة بعد الاستقلال أو ما يسمى بالدولة الحديثة في تونس. حتى الرؤساء الذين سبقوه كانوا ينصصون حتى بطريقة شكلية على مسألة فصل بين السلطات. نعم. يعني هذا مبدأ يعني هو دستوري وتونس أخذت به. طيب. وحتى مسألة يعني نظرية المثلث هانس دي كالسان الذي هو تراتبية القوانين، يعني أن تكون الدستور يأتي في العلوية ثم المراسيم هو قلبه، يعني مراسيم الرئاسية. هل تجدين اليوم هناك ضرورة في تونس أن يستأثر الرجل الواحد بالسلطة حتى يتحكم بالبلاد المنهار اقتصاديا، يكونون في طيف واحد، لا تؤثر بهم القوى الخارجية والتدخلات؟ سوف أقول لك مسألة. نعم. هو استأثر بالسلطات في يد واحدة لأنه جاء في وضع كانت فيه السلطات موزعة، لأن صانع القرار السياسي بعد الثورة في تونس كان في هاجسه التخلص من نظام الرئاسوي الذي سيطر في تونس على حقبات يعني سواء في نظام بن علي أو بورقيبة، فكان أحسن طريقة ارتأى لها السياسيون هو تشريع نظام مختلط يقوم على توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية وبين البرلمان، فيكون يعني الوزارات السيادة للرئيس الجمهورية في حين أن وزارات التشريع والوزارات المحلية والداخلية هي نعم هي للبرلمان، فكان هذه الطريقة هي أريد منها تقليص تجميع صلاحيات بيد واحدة. فالرئيس بعد توليه السلطة ارتأت في أن هذا التفصيل هو تشتيت للسلطات، فارتأ تجميع السلطات حتى يقوم بصلاحيات، هو ادعى أن هذه الصلاحيات سوف تمكنه من القيام بإصلاحات داخلية بنيوية داخل الدولة، ولكن في حقيقة الأمر هو من تمكن من هذه الإصلاحيات لم يقدم ملف واحد. طيب قبل الإصلاحات ما المبررات التي دعته إلى جمع هذه السلطات في يد واحدة؟ كما أخبرتك المناخ الذي جاء فيه هو مناخ توزيع سلطات، كان هناك سلطة تبريره هو الشخصي، هو تبريره الشخصي أن السياسيين قسموا السلطات حتى يستأثروا بالكعكة، هو دائما كان يردد هذه العبارة، هي السلطة الدولة كعكة وقسمت بين الأطراف السياسية وعليه هو سوف يعيد هذه الدولة إلى سيادتها أو هيبتها كما كان يسميها، لأجل ذلك استأثر بكل الصلاحيات في يده هو وأقصى الأسام الوسيطة الأحزاب السياسية. فهذا هو المبرر، هذا هو مبرره مبرر من أجل لو سمحت الجزء الثاني من السؤال ماذا كان؟ كان عن الاستئثار بالسلطة. نعم. يعني مبرراته للاستئثار بالسلطة. نعم. ثم بعد ذلك ما الذي حققه من سنة من شهر السبعة السنة اللي فاتت إلى اليوم، ما الذي تحقق من جمع السلطات بيد واحدة؟ الذي تحقق في حقيقة الأمر هو مشاهد مع الأسف الشديد تفتيت أو هدم مؤسسة الدولة الدستورية التي يعني كانت هي يعني المنجز الذي أنجز في يعني هل أنقذ الجزء بلا الكعكة؟ هو استأثر بكل الكعكة، والإشكالية هو يعني جاء على المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتي كانت تعطي مساحة للمجتمع. دائما نحن نعرف أن في دولنا العربية هناك إشكالية مساحة الدولة والمجتمع، دائما الدولة تريد أن تتغول على المجتمع، فالمجتمع أخذ مساحة من خلال دستور 2014، جاء للرئيس وألغى هذه المؤسسات التي هي الضامن لحرية الفرد من خلال سواء المؤسسة السمع البصري أو سواء الهيئة العليا للانتخابات أو سواء المجلس الأعلى للقضاء وغيرها، فجاء هو وألغاها في حقيقة الأمر وكرس السلطة الواحدة في يد الرجل الواحد، وكما نعرف السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ولا صلاح، وهو يعيدنا إلى مربع ما قبل ثورات الربيع العربي. طيب. بطريقة أتعس مع الأسف بطريقة أتعس. طيب. يعني حتى بن علي لم يتجرأ على تجميع السلطات بهذه الطريقة، وحتى بورقيبة كان على الأقل يعطي صورة ظاهرية بأنه سوف هو يعتمد مسألة توزيع السلطة. دعونا نرحب بضيفنا الثالث الأستاذ أنور جمعاوي، السلام عليكم. أستاذ أنور هل أنت معنا؟ ألو السلام عليكم أستاذ أنور. أهلا بك، مرحبا. أهلا بك، نرحب بك في حلقة حديث العرب لهذا اليوم. الحديث عن تونس وتونس تحقيقات قبل الانتخابات، ونتكلم عن الوضع في تونس. هل ترى أن الناخب اليوم في تونس والمواطن التونسي في وضع شبه منهار، في وضع اقتصادي شبه منهار، هل يدفع
اليوم وضع تونس الناخب إلى الذهاب إلى الانتخابات من أجل الخلاص ومن أجل اختيار حكومة جديدة تشريعية، انتخابات جديدة، حكومة تشريعية جديدة، من أجل الخلاص من كل تبعات الفوضى التي سبقت؟ هل أعدت سؤال لو سمحت؟ أنا أسأل، هل تجد أن الناخب التونسي اليوم مقبل على الانتخابات من أجل التغيير، أم هو وصل إلى مرحلة اليأس من إحداث أي تغيير من 11 سنة؟ الحقيقة أن هذا الإسحقاق في نظر كثيرين لا يمثل تحولا جذريا في المشهد السياسي التونسي. ذلك أن كثيرين علقوا آمالا عريضة على ما حصل في 25 يوليو 2021، لكن معطيات الواقع تثبت خلاف ذلك. فالواقع الذي يعيشه التونسي اليوم على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي، في المستوى الاجتماعي، هو واقع فيه الكثير من التأزيم، فيه الكثير من التدهور. لذلك ترى أن الناس غير متحمسين إلى الاستحقاق الانتخابي التشريعي القادم، وهم يرون أن ما حدث هو ترجيع لما سبق، بل إنهم يعتبرون أن الانتخابات القادمة لن تأتي بجديد، باعتبار أنها انتخابات على المقاس، وباعتبار أنها انتخابات قد جدت وفق قانون انتخابي وضعه الرئيس، كما أن المترشحين لا تقف خلفهم جهات حزبية وازنة، فهم غير معروفين، وهم ينتمون إلى المحليات، وأقصى اهتمامهم هو الجانب المناطقي أو الجانب المحلي، ولا يتمتعون بصلاحية كبيرة. فالنواب والمرتقبون هم تابعون للسلطة التنفيذية، ولن تكون لهم طاقة على إحداث الفارق أو على تقديم الإضافة أو على تحقيق تطلعات التونسيين لغد أفضل. طيب أستاذ زياد، هنا لو تحدثنا أو انتقلنا إلى تونس ما قبل 2011 وما بعد 2021، 25 تموز أو يوليو 2021، ما الذي أنجبته الثورة ووأده من وصفوه بالانقلاب؟ الثورة صنعت واقعا جديدا بالكامل في تونس الحقيقة، يعني ليس أقل من إطلاق الحريات بشكل كامل في البلاد، ودسترت هذه الحريات. وشهدنا يعني محاكمات لوزراء ولشخصيات نافذة، ولتعبير حقيقي بالنسبة للتونسيين عن آرائهم بشكل كامل، وهناك كذلك توزيع غير مسبوق للسلطة، سواء السلطة التنفيذية، وخاصة دسترت قضية الانتخابات، صارت هناك هيئة عليا مستقلة للانتخابات بعدما كانت في يد وزارة الداخلية. كان هناك كذلك العدالة الانتقالية، ثم تحولت إلى ملف العدالة الانتقالية، وهي يعني هيئة كاملة دستورية للعدالة الانتقالية، والشهادات المفزعة التي استمع لها كل التونسيين عن فظاعات التي ارتكبها النظام السابق، حتى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وإن كان هنا عتب التونسيين وبين قوسين تقييمهم السلبي لفترة العشر سنوات، برغم ذلك اليوم عندما يسترجعون الصورة لا شك أن فترة العشر سنوات كانت أفضل بكثير مما نعيشه اليوم، ولكنها لا شك لم تحقق المطلوب. ولكن المؤشرات الاقتصادية، سواء على مستوى مؤشر النمو، برغم المطلبية العالية، برغم حجم الإضرابات غير المسبوق التي عرفته البلاد بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، برغم الكثير من العراقيل الداخلية والخارجية، الاغتيالات السياسية، تدخل الخارجية، برغم ذلك الاقتصاد التونسي ظل صامدا. الاقتصاد التونسي خلال السنة الأخيرة يكاد ينهار بالكامل. هذا ليس كلامي، هذا كلام المؤسسات الدولية النقدية والمالية، هذا التأمين، نعم، هذا الأرقام الحقيقية، هذه يعني ما يعيشه التونسيين بالمعنى الحقيقي، المعاش يومين. وبالتالي هناك انهيار كامل، هناك انهيار كذلك حتى في السلم المجتمعي، يعني هناك تهديد حقيقي، لأنه خطاب الذي كرسه قيس سعيد ومن حول قيس سعيد كان يؤذن باحتراب أهل حقيقي، لأنه هو كان يصف مناصريه بالصالحين، في حين أنه من يخالفهم هم خلاف ذلك. كان هناك دعوة أكثر من مرة، نعم، موضوع التخوين على الإطلاق، وكل المعارضة تدخل في باب الخوان، وبالتالي هناك خطاب عنيف يكرس
ضرب السلم الاجتماعي، الاستحواذ الكامل على كل السلطات، وقد ذكرت هذا الأستاذ زينب لم يتجمع لرئيس في تاريخ البلاد ما تجمع لقيس سعيد حتى في عهد الاستبداد. وبالتالي نحن نتحدث انهيار للدولة كذلك. اليوم هناك عودة للعروشية وللقبلية لأنه القانون الانتخابي يكرس هذا، يكرس كذلك موضوع تدخل المال الفاسد ودخول وصول ناس يعني نكرات للبرلمان القادم. الدولة كذلك لأول مرة تدخل سياسة المحاور في المنطقة. نحن نعرف أن الدبلوماسية التونسية في كل تاريخها برغم كل الملاحظات عليها كانت تقف على الحياد. يعني مثلا المنزلق الكبير جدا مثلا في استدعاء زعيم البوليساريو في يعني قمة تيكاد 8 للقمة اليابانية الإفريقية في تونس وما ترتب عليه من قتل علاقات مع الشقيق المغرب تونس. نعم. مثلا موقفه في قضية الصحراء كان دائما على الحياد، وكان هذا موقع يرشحها دائما للقيام بعملية التوازن داخل منطقة المغرب العربي. نعم. في القضية الليبية في غيره من القضايا. وبالتالي نحن نتحدث عن أنه قيس سعيد بالفعل لوى عنق الدولة التونسية، وبدأت مع قدومه تنهار انهيار حقيقي على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي على المستوى الدبلوماسي. نعم. وبالتالي وصار حتى قرارها بالفعل مشكوك فيه، هو يتهمه صباحا مساء وكل يوم يعني معارضيه بالخيانة وبالاشتغال مع قوى أجنبية، ولكن هو حقيقة هو من يسلم البلاد للتدخلات الأجنبية بسوء إدارته للأوضاع يعني الداخلية وحتى الأوضاع يعني الإقليمية والدولية. وبالتالي نحن نتحدث عن بالفعل انهيار غير مسبوق للدولة التونسية، نتحدث كذلك عن ضرب كامل لكل فرصة للبناء السياسي، لأنه فلسفة ومشروع قيس سعيد يقوم على إنهاء الوسائط بين قوسين سواء السياسية أو الاجتماعية بين المجتمع والدولة. يعني المقصود الأحزاب السياسية المنظمة الاجتماعية يريد أن ينهي كل هذه التنظمات هذه التنظيمات التي تقوم بدور يعني في تمثيل الشعب التونسي، هو يريد أن ينهيها ويريد أن يبني يعني سياسة جديدة على أنقاضه. وبالتالي بالفعل نحن انتكست الأمور بشكل غير مسبوق، وهذا يهدد كما قلت السلم الاجتماعي، يهدد كذلك تماسك الدولة التونسية واستمراريتها، ويهدد كذلك حتى موقعها على مستوى محيطها القريب والبعيد. طيب مشاهدينا حديث العرب متواصل معكم، سنأخذ فاصل قصير ثم نواصل الحلقة معكم. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا في حديث العرب لهذا اليوم والحديث عن تونس، ونتوجه إلى الأستاذ أنور. أستاذ أنور هل أنت معنا؟ ألو نسمعك أستاذ أنور. نتكلم نعم في هذا المحور سنتناول الجهات التي قاطعت الانتخابات، وهذه الجهات منها حركات ومنها هيئات، أبرزها حركة النهضة وكذلك قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حزب تونس الإرادة، أبرز مكونات ما تعرف بجبهة الخلاص. كيف تعلق على هذا الوزن الثقيل الذي قاطع الانتخابات؟ أستاذ أنور هل تسمعني؟ ألو. طيب نحيل السؤال إلى الأستاذة زينب لحين يعني تحسين مستوى الصوت. أستاذة زينب، هذه الكتل كلها قاطعت الانتخابات، كيف تعلقين على مثل هذه المقاطعة؟ ألا تعتبر كبيرة؟ هي مقاطعة كبيرة في حقيقة الأمر، ولكن بداية دعنا نقول أن هذه الكتل هي المتضررة من الإجراءات الاستثنائية والانقلاب في تونس، لأن هي كانت ممثلة داخل البرلمان وكانت لها كتل وازنة، فبالتالي الانقلاب على هذا المسار هو أدى بها الخروج
خارج السلطة، وليس فقط خارج السلطة ولكن حتى تقديمها إلى المحاكمات. كما تعلم أن رئيس الجمهورية في السنة الفارطة استدعى رئيس دائرة المحاسبات وطلب منه إعداد تقرير لتحريك دعوة قضائية ضد شخصيات سياسية بدعوى الانتماء لجهات خارجية والتلقي تمويل في الانتخابات 2019. فهذه يعني هذه الأحزاب وجدت نفسها ليس فقط خارج السلطة ولكن في مواجهة السلطة التي تريد أن تحاسبها، أو كما تقول هي التنكيل بها، فعادي جدا أنها تقاطع هذه الانتخابات. والمقاطعة الانتخابات في حقيقة الأمر هل سيخدمها؟ هو سوف يخدم أو لم يخدم. هي لو لم تريد أن تقاطع الانتخابات سوف تقاطع الانتخابات بطريقة أخرى. لماذا؟ لأن ستقصى يعني بطريقة أو بأخرى. نعم، لأن القانون الانتخابي لا يسمح بالأحزاب بالترشح للانتخابات ولا الهيئة العليا للانتخابات. حسب تصريح الناطق باسمها لهيئة إفريقيا للأنباء قال لن يسمح للأحزاب القيام بحملة انتخابية. فبالتالي الأحزاب هذه شاءت أم أبت هي خارج اللعبة السياسية الآن. نعم، يعني هي خارج اللعبة السياسية. طيب، وهذا سوف يؤثر في حقيقة الأمر، لأن تونس الأحزاب السياسية في تونس هي سابقة عن يعني عن الدولة. ربما قيس سعيد هو جاء من خارج المنظومة الحزبية ولا يعي الرجل الأحزاب دور أحزاب في الحياة السياسية. فمثلا القانون القديم، ولكنه رجل قانون، هو رجل قانون ولكن خارج منظومة الحزبية. لا يكفي المسألة النظرية ولكن يجب أن تكون عمليا وداخل، تكون يعني مشارك، أن تشارك في الأحزاب حتى تعي هذه الأحزاب ماذا تقوم به في صناعة الدولة. مثلا القانون القديم الذي تم إلغاؤه، على أي أساس ستبنى الدولة؟ على أي أساس والحركات تقصى؟ وكما قال أستاذ أنور وأستاذ زياد أنه يأتي بناس غير معروفين في البلد أصلا. يعني مثلا القانون القديم الأحزاب المنظمة الأحزاب الفصل 102 والفصل 101 يقول لك أن الأحزاب هي الحاضنة التي تكرس المواطنة والتي من خلالها المواطن يمارس المسألة السياسية والانتخابية ويصل إلى السلطة. نعم، يعني الأحزاب هذه يعني سواء نص هذا القانون أو لم ينص، هذا المتعهد عليه والمعمول فيه في تونس قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. فالأحزاب كانت هي سابقة للدولة الحديثة وكانت مرافقة للحركة التحرير. هي الحياة السياسية تبع للأحزاب. نعم، حركة التحرير يعني معروفة، يعني حركة التحرير سواء في مصر أو في تونس أو حتى في سوريا هي سابقة لدولة الاستقلال وهي كانت يعني مرافقة لحركة التحرير. فبالتالي يعني الرئيس يعني طرحه هذا غير واقعي مع الأسف، لأنه في الأخير هذا المشروع إقصاء الأحزاب سوف يذهب درجة الرياح. في الأخير سوف تلغى هذه المنظومة وتعود تونس إلى الحزبية، لأن الأحزاب هي الأداة الرئيسية اليوم في كل دول للتحديث السياسي والانتقال من البدائية إلى التحديث السياسي. هو الوسيط، هو الحزب، سواء يعني في الغرب أو سواء في الدول العربية. وبالتالي لا يمكن تصور حياة سياسية من غير أحزاب. يعني في الأخير هذا طريقة التصويت على الأشخاص أو على الأعيان كما يحلو البعض تسميته في تونس، هو سوف ينتج إشكالية أكبر من الإشكالية الأولى. يعني كنا في البرلمان القديم نعاني من وجود كتل متشظية. نعم، الآن سوف يخلق هذا الحزب، هذا القانون عفوا، برلمان غير متجانس ربما، أكثر تشظي، أكثر تشظي، وسوف يكرس مسألة المال السياسي الفاسد. لأن كما أخبرتك قبل ذلك أن القانون، ولكن أن تكون الأسماء غير معروفة، ألا يمكن أن تكون جهات معينة دفعت بهم؟ هذا هي الإشكالية. عندما تكون الأسماء غير معروفة هو سوف يضع يعني جهد كبير جدا على النائب أن يعرف بنفسه، هذا من ناحية. من ناحية ثانية سوف يسمح الأعيان والبارونات الكبرى يعني، وهو سوف يسمح المجال مثلا للكناترية المهربين يعني غير الشرعيين يعني في المعروفين في المجتمع. نعم، واللوبيات الفاسدة بترشيح نفسها للانتخابات. فهو نعم يعني سوف يضع معضلة كبيرة جدا، وسوف يؤدي إلى مشهد سياسي متشظي وفاسد وغير سليم. طيب، وهو سوف يكون يعني القانون جاء ليصلح فهو سيفسد أكثر من مكانه قبل يعني. طيب جميل. أستاذ زياد، اليوم نجد أنه حركات كثيرة كما ذكرت أستاذ زينب وكما تناولنا، وربما هناك حركات وهيئات أكثر قاطعت الانتخابات. أسأل اليوم جمهور هذه الحركات إلى أي جهة سيؤتي صوته ومن سيمثله؟ وهي حركات عريضة داخل نعم تونس. كما قلت في البداية هو هناك حالة من التعب، الإنهاك الكبير جدا داخل المجتمع التونسي في علاقته بالسياسة وبالسياسيين وبالعمليات الانتخابية. نعم،
وصل إلى هذه بصورة عامة. نعم. ولكن جمهور هذا هذه مهم. وصل معه الأمر إلى أنه يعتبر أن العملية الانتخابية لن تقدم له شيئا. نعم. لم تقدم له شيئا في النظام الديمقراطي، فمن باب أولى لن تقدم له شيئا في نظام غير الديمقراطي. نعم. هذا واحد. الأحزاب في كذلك، نحن في تونس نعيش أزمة مركبة للأسف. أزمة في عدم الثقة في قيس سعيد الذي جاء بأمل كبيرة عند أوساط كبيرة من الشعب التونسي، وبالتالي خيبة أمل كبيرة، وأزمة ثقة بين الأحزاب السياسية والشارع التونسي. نعم. عدم ثقة والشارع التونسي. فهذا أزمة مركبة، وبالتالي لا شك إنه يعني مؤيدي هذه الأحزاب يعيشون حالة من الإحباط الكبير، لأنه هناك انسداد في المشهد السياسي. نعم. استطاع قيس سعيد مهما وصفنا إنه ممكن أن يقود إلى أي شيء هذا الإحباط. هذا الإحباط ممكن طبعا هناك حالة انفجار، طبعا هناك حالة غليان كبيرة جدا اليوم في الشارع التونسي. هناك لما إنسان يجوع وكذلك يعني يغلق فمه ولا يستطيع أن يعبر عن آرائه ولا يجد أين يتنفس، صحيح أنه شيء ويقصى تماما من المشهد يعني. وعندما لا يقف على عجز حقيقي للسلطة الحاكمة في تقديم أي حلول للبلاد، لا شك أنه الوضع سينفجر، وهو انفجر خلال الشهر الماضي. يعني ما أنقذ قيس سعيد هو بين قوسين كأس العالم وانصراف التونسيين وانصغار التونسيين، ولكن بالفعل كانت هناك تحركات اجتماعية عمت تقريبا كل المحافظات في البلاد. بدأت بقضية جرزيس ولكنها تبذلت بعد ذلك تعممت. نعم. إلى أوساط يعني كثيرة. فنحن نتحدث عن حالة إحباط كبيرة جدا جدا. هناك مؤشرات مهمة، هناك مؤسسات سبر أراء تؤكد أنه تقريبا 45% من التونسيين يفكرون في مغادرة البلاد. التونسيين ينظرون أنه مستقبلهم لم يعد في تونس وإنما في خارج البلاد. هذه النسبة طبعا تتزايد بشكل كبير جدا عند فئة الشباب وفئة الحاملين للشهائد العليا. نعم. نعم. بما يؤكد أنه هناك انسداد كامل في المشهد وفي الأفق عند التونسيين. وهذا الوضع طبعا وهذا الوضع لن يستمر وهذا الوضع لن يستمر. الخشية وكل الخشية اليوم أن الدولة صارت غير قادرة كذلك. الدولة حتى بعد ما سقطت بين قوسين تحت وطأة الثورة واضطر بن علي للهرب، الدولة استمرت في أداء وظائفها الإدارية إن صح التعبير والاجتماعي والاقتصادي. نعم. لأنه نعم. بين قوسين تونس الغريب التأثر السيء صار بعد يعني 25 تموز. نعم. يعني تونس لها موروث كبير جدا، دولة قديمة، أول دستور في العالم العربي والإسلامي. فكرة الدولة فكرة متجذرة، وجود الدولة بكينونتها بهيبتها. نعم. بأدوارها، التعليم، كل هذا موجود. اليوم الدولة التونسية تنهار أمام أعين التونسيين، حالة المستشفيات، حالة نعم. التعليم. لك أن تتصور أستاذي والمشاهد العربي أنه أكثر من تقريبا 200 ألف تلميذ في تونس لم يدخلوا إلى حد الآن إلى يعني إلى مدارسهم بسبب مقاطعة ما يسمى بالمعلمين والأساتذة النواب. يعني الالتحاق بمقاعد نعم. التعليم. نعم. وبالتالي نحن نتحدث عن أزمة في كل المستويات، وهذا لا شك أنه التعليم والخبز كما طبعا ركرت. وبالتالي هذا سيولد احتقان، وهذا الاحتقان لا شك أنه في لحظة من اللحظات سينفجر بشكل يعني بين قوسين الآن من فترة إلى أخرى، ولكن في فترة معينة لا شك أنه ممكن يحصل انفجار كبير. وهذه الفترة هذه المرة لن يكون كسابقته الحقيقة، وكذلك الدولة لن تكون في الوضع السابق. الدولة في عهد بن علي حتى لما يعني سقط يعني لما سقط بن علي لم تسقط الدولة التونسية. الخشية اليوم إذا انهار الوضع في تونس ستسقط معه الدولة التونسية، وممكن ندخل في يعني بين قوسين انخرام كامل للسلم الاجتماعي، وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل في تونس في المرحلة القادمة، خاصة مع ضمور بين قوسين هذه الوسائط السياسية والمجتمعية التي لم تعد لها حضور قوي جدا في الشارع التونسي، والتي يريد كذلك سلطة الانقلاب أن ينهي دورها ويعني مفعولها على المستوى الاجتماعي والسياسي. طيب أستاذ أنور، هل تسمعنا في البرنامج؟ نعم طيب. أسمعك جيدا. طيب نرحب بك من جديد في البرنامج. والسؤال هنا، راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مثل أمام القضاء المختص بقضايا الإرهاب لاستجوابه الاثنين الماضي تحت تهمة إرسال وتسفير جهاديين إلى مناطق التوتر. كيف تجد هذه التهمة إلى رئيس حركة النهضة قبيل هذه الانتخابات؟ هو في الحقيقة يعني مسلسل التهم الموجهة إلى الحركة الإسلامية عموما وإلى حركة النهضة خصوصا. نعم. هو يعني سيناريو مألوف، يعني عهدناه
في العهود السابقة كنا نتصور أننا قد تجاوزنا هذه المرحلة التي تقوم على إرسال التهم جزافا إلى الخصوم السياسيين، لكن ما يحصل حاليا هو أن حركة النهضة تدفع ضريبة ممارستها الحكم في فترة معينة، حيث كانت تعاني من قصف إعلامي يومي، وكانت تكال إليها التهم يوميا، منها ما تعلق بمسألة التسفير إلى بؤر التوتر، ومنها ما اتصل باغتيال بعض الشخصيات السياسية، ومنها ما تعلق بتمويل يعني بعض الجمعيات المشبوهة إلى حد ما. لكن هذه التهم في الحقيقة إلى حد الآن من خلال المتابعات القضائية يبدو أنها تهم مجردة من الأدلة اليقينية. لذلك ترى أن رموز حركة النهضة راشد الغنوشي، علي العريض، نور الدين البحيري وغير هؤلاء من الأسماء البارزة في صفوف الحركة وهم من قياداتها يعني العليا، واجهوا القضاء أكثر من مرة، ويتم يعني إطلاق سراحهم بعلة عدم وجود أدلة مقنعة في خصوص التهم التي تبدو تهم يعني سياسية من الحجم الثقيل، لكن الإشكال أن هذه التهم لا ترتكن إلى أدلة عينية يمكن أن يستند إليها القاضي في إصدار أحكام ناجزة ونهائية. ما من شك أن حركة النهضة تدفع ضريبة الحكم وتدفع أيضا ضريبة المعارضة الآن، لأنها تعتبر في تصور الرئيس وأنصاره الحزب المكون الأساسي لجبهة الخلاص الوطني، وهي جبهة سياسية معارضة لخيارات النظام الحاكم ومعارضة لسياسات الانحراف بالسلطة نحو نظام شمولي بعد 25 يوليو 2021. لذلك لا نستغرب بأن هذه المحاكمات هي محاكمات ذات خلفية سياسية بالأساس من جهة توقيتها، لأنها يعني تستعاد ويتم يعني الإعلان عن هذه المحاكمات مع كل معترك أو مع كل استحقاق سياسي. لاحظنا هذه المحاكمات برزت بشكل لافت مع الإعلان عن الاستشارة الوطنية، ثم مع الإعلان عن الاستفتاء، ثم مع الإعلان عن القانون الانتخابي، ثم الآن ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية يتم ترتيب محاكمات ضد الإسلاميين وغيرهم. الملاحظ أن التهم السياسية قد أصبحت أعدل الأشياء قسمة بين الناس، فأنت ترى أن التيار الديمقراطي فيه رموز أيضا يحاكمون، خاصة الأمين العام التيار الديمقراطي غازي الشواشي تمت إحالته على القضاء في أكثر من قضية، الأمر نفسه مع حزب العمال الشيوعي التونسي، الأمر نفسه أيضا مع حركة النهضة وغيرها من الأحزاب السياسية التي تعتبر خصما سياسيا وازنا بالنسبة إلى النظام الحاكم. لذلك فهو يبذل جهده من أجل تحجيم هذه الأحزاب السياسية المعارضة، وكذا من أجل بعث رسائل إلى الناس مؤدها أن فسحة المعارضة المطلقة للنظام الحاكم وفسحة ممارسة الحرية في مستوى التعبير وفي مستوى التفكير وفي مستوى التنظم وفي مستوى التظاهر قد تقلصت إلى حد كبير. لذلك أنت ترى اليوم محاكمات لإعلاميين ومدونين وصحفيين وغير ذلك. للأسف هذه رسائل سلبية تبعث بشعور من الخوف في صفوف كثير من الناس، وتجعلهم يتراجعون في مستوى أدائهم السياسي. فنحن إزاء محاولة لإلهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية، خاصة ما يتعلق بالتشغيل والتنمية والهجرة غير النظامية وغلاء الأسعار وغير ذلك من المشاغل التي يعانيها التونسي اليوم، والتي تعد من بين المشكلات اليومية التي يعيشها. ذكرنا هذه النقاط. فأنت ترى أزمة الغذاء وأزمة الدواء وغلاء الأسعار وكل ذلك. طيب اسمح لنا أستاذ أنور نأخذ فاصل أخير ثم نعاود الحوار معك ومع ضيوفنا الكرام. فاصل قصير ونواصل معكم مشاهدين. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية.
نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من حديث العرب، وسريعا وبدقيقتين ونصف، يعني دستور 2021 25 يوليو 2021 كيف تم كتابة هذا الدستور، كيف تم تعطيل الدستور ثم كتابته ثم إلغاءه ثم الاحتكام إلى دستور جديد؟ التعطيل القديم ثم انتقال إلى الجديد. كيف تم تسلسل كتابة الدستور؟ تسلسل في بداية أعلن الرئيس عن حالة استثنائية في 25 جويلية وحل البرلمان. نعم. ثم عطل الدستور، قال أنه سوف يعطل البرلمان لمدة شهر. وفي حقيقة الأمر قال هو في البداية لم يقول أنا انقلبت على الدستور أو أنا عطلت الدستور. نعم. قال يعني أنا فعلت ما فعلت، وهذه الإجراءات الاستثنائية بناء على الفصل 80 الذي يقول في حالة وجود خطر داهم يمكن للرئيس الجمهوري أن يعلن الحالة الاستثنائية، فهو فسر المشهد السياسي داخل البرلمان كخطر يهدد أمن الدولة، وبالتالي أعلن الحالة الاستثنائية. ثم يعني هذا كان المسوغ القانوني، هذا المسوغ، يعني فسن المرسوم 117 الذي أعطاه صلاحيات. طيب. تجميع السلطات بيده، ثم قال أنه سوف يعلن عن خارطة الطريق. هذا الإعلان عن خارطة الطريق استمر لمدة سنة في الذكرى الثانية الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية، أعلن عن خارطة الطريق وأعلن أنه سوف ينادي الاستشارة القانونية، وعلى ضوئها سوف يتم استكمال بقية المسار. الاستشارة القانونية صراحة لم تلقى استجابة كبيرة من داخل المجتمع التونسي، فقد كانت نسبة المشاركة فيها 5% فقط، رغم أن يعني لما يستثنى منها حتى الغير البالغين، يعني أعمارهم 16 سنة أدخلوا في هذه الاستشارة القانونية، وكانت يعني الحملات الدعائية لها ليلا نهار في وسائل الإعلام، ولكنها لم تلقى يعني لم محل يعني قناعة أو اهتمام من قبل المواطنين. ثم قبل شهرين من الآن تم الاستدعاء للاستفتاء الدستوري. نعم. فالاستفتاء الدستوري هذا تميز بالضعف الشديد في المقارنة بالتجارب الأخرى خاصة الغربية، مثلا الاستفتاء الدستوري في إسبانيا أو في فرنسا كانت دائما نسب المشاركة تتجاوز 70% وتصل حتى 85%، ولكن في تونس النسبة لم تتجاوز الثلث بلائها ونعمها. وبناء عليه الرئيس ولم يكن هناك شرط لقبول الدستور، ولم يكن هناك، والإشكالية الكبرى أن أي نسبة كانت يعني. نعم. والإشكالية الأخطر من ذلك أن الناس الذين توطأوا على وضع الدستور قدموا نسخة وجدوا نسخة أخرى يستفتى عليها من صادق بليد، فهم صدموا من هذا الشيء. نعم. أسرت القانون الدستوري الذي توطأوا. طيب. على وضع النسخة الدستور، ثم بعد عدم التسقيف تحديد مدة النصاب وتم اعتماد هذا الدستور ودخل حيز التنفيذ، فالمسار تم بهذه الشكل. الإشكالية تقع كما أخبرتك أن هذا الدستور يشكل إشكاليات كبيرة جدا فيما يتعلق بمؤسسات الدولة، بأنه سوف يلغي ألغى مؤسسات وسوف يلغي أخرى في الطريق، مثلا هيكا التي نزع منها الصفة الدستورية بغية إلغائها في وقت آخر، وسوف يعني يدخل السام أو مؤسسات داخل الدولة سوف تزيد من تسلطية السلطة التنفيذية. نعم. طيب أستاذ زياد، اليوم البعض وصف تغيير الدستور بالانقلاب، انقلاب 25 يوليو، ويقول وتؤكد مصادر كثيرة أن هناك ازدياد بوتيرة الاعتقالات والمحاكمات السياسية والإحالات إلى المحاكم العسكرية، وكثير أو توصف بأنها دون وجه حق. طبعا نحن نتحدث عن انقلاب مكتمل الأركان في تونس، يعني من تحرك لإغلاق البرلمان ومقر رئاسة الحكومة في القصبة؟ نعم. هي دبابات الجيش التونسي للأسف الذي انخرط. يعني انقلاب، طبعا هو انقلاب مكتمل الأركان، دباجة الدستور والفصل 80 الذي اتكأ عليه قيس سعيد كلها كانت من باب اللغو. الحقيقة أن هناك كان انقلاب كامل على يعني المسار الديمقراطي بمبررات يعني واهية. طبعا قيس سعيد نجح في استغلال فاحش إن صح التعبير
التعبير للأزمة السياسية التي كانت تعصف في البلاد، ووظف هذه الأزمة من أجل إنفاذ هذا الانقلاب. ثم بعد ذلك لما لم يستطع السطو على السلطة القضائية وهو فاشل لحد اليوم في تطويع القضاء، استند على القضاء العسكري وأحال تقريبا كل خصوم السياسيين على القضاء العسكري الذي تولى المهمة في التنكيل بالأطراف السياسية وبالشخصيات السياسية التي عارضت قيس سعيد. وبالتالي لا شك أن قيس سعيد قام بانقلاب كامل، ثم سطع على كل السلطة التنفيذية السلطة التشريعية، هو المشرع اليوم وهو المنفذ، ثم سمم دستورا على المقاس أصلا رفع فيه صفة السلطة عن السلطة القضائية والسلطة التشريعية وسماها بالوظائف، أي أنها تؤدي وظائفا معينة يختارها رئيس الجمهورية. وبالتالي نحن نتحدث عن أن قيس سعيد انقلب بالكامل على المسار، هو الذي يدير الدولة بالكامل اليوم. أصلا هو لم يخفي سرا عندما أعلن أمام التونسيين أنه أنا لم أستشر أحدا وأنه ذهبت في هذا الأمر يعني منفردا، وأنه يستمر في ممارسة هذا الدور. وبالتالي وحتى في محيط قيس سعيد لم يستقر معه أي أحد من الناس الذين شاركوه عملية إدارة الدولة. نتحدث عن 10 استقالات إلى حد الآن في الديوان الرئاسي منذ تولي السلطة يعني في 2019، نتحدث عن فضائح بالجملة يعني حفت بالقصر الرئاسي، الظروف المسمومة التي ظهرت بعد ذلك أنها يعني غير مسمومة، مغادرة رئيس الديوان هربا إلى فرنسا واستقراره هناك ثم في الإمارات، آخرها يعني فضيحة وليد البلطي المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية الذي مسك في قضية بين قوسين قمار ورهان رياضي، ثم تبين بعد ذلك أنها أكبر من ذلك، قضية تخابر، وأنه وظف موقعه من أجل ممكن انقلاب على رئيسه الذي يعمل معه. بالتالي نحن نتحدث عن عبث كامل اليوم بالدولة التونسية، وانقلاب كامل في المشهد، وضرب كامل لكل الأبعاد التي أسست عليها الدولة الوطنية. وبالفعل هذا أمر خطير وخطير جدا، يذهب بتونس إلى آفاق منعدمة تمام للأسف. طيب أستاذ أنور، في آخر سؤال لحضرتك، يعني اليوم التبعات السياسية على الوضع السياسي وعلى الشركاء السياسيين داخل المشهد السياسي في تونس بعد ما وصف اليوم بالانقلاب، انقلاب 25 يوليو. للأسف تونس بعد 25 يوليو تعيش عزلة سياسية دولية، الدبلوماسية التونسية تبدو مأزومة وتبدو غير مساهمة في تحقيق إشعاع لتونس في مستوى الأداء السياسي والدبلوماسي والاقتصادي. على في المستوى الداخلي الفجوة تبدو عميقة بين النخب السياسية وبين النظام الحاكم، خاصة بين المعارضة بأحزابها وأطيافها المختلفة وبين أنصار الرئيس قيس سعيد. لماذا؟ لأن حتى أنصار الرئيس علقوا الكثير من الأمال بعد 25 يوليو وظنوا أن الأمور ستسير نحو الأحسن، فإذا هي تسير نحو الأسوأ من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الاجتماعية. لذلك يبدو أن الإحباط يحكم المشهد التونسي، المشهد العمراني التونسي عموما. ولذلك فإني لا أستغرب أن تكون نسبة العزوف عن الانتخابات القادمة مرتفعة جدا، لأن الناس أصبحوا لا يثقون في أصحاب القرار، وأصبحوا يشعرون بحالة من الإحباط، لأنهم كانوا يتوقعون نقلة نوعية في مستوى الاقتصادي خاصة وفي مستوى المعيشي، فإذا أوضاعهم الاقتصادية تسير نحو الأسوأ وإذا أمورهم المعيشية تتدهور بشكل لافت للنظر، فاتسعت دوائر الفقر واتسعت دوائر البطالة واتسعت أيضا دوائر الهجرة غير النظامية. فنحن نرى أن الكثير من الشباب أصبح اليوم بلا أفق وبلا أمل. لذلك فإن حالة اليقين، حالة الشعور باللا جدوى تدفع كثيرين إلى أن يغامروا بمغادرة البلد ولو كلفهم ذلك حياتهم. لذلك آملوا مستقبلا أن يلتفت النظام الحاكم إلى أهمية بلورة مشهد سياسي جديد يقوم على المصالحة من أجل بناء وطني نافع وتقدمي يكون في صالح التونسيين جميعا. شكرا لك، وأيضا نشكر ضيوفنا الكرام، الأستاذة زينب خنيسي الباحثة في الشؤون الشرق الأوسط، وأستاذ زياد بومخلة باحث في الشأن التونسي، وكذلك الأستاذ أنور الجمعاوي الباحث بمركز حوار الحضارات والأديان. ونشكركم كذلك مشاهدين على المتابعة، كل الحب والتوفيق نتمناه للشعب التونسي، إلى اللقاء.